اوكي، عنوان شابترنا اللي هو الفوسفيت او بنتوز فوسفيت باثوي. والبنتوز فوسفيت باثوي بشكل عام هو عباره عن باثوي الهدف منه ننتج نات بي اتش و سكر الريبوز. شفنا المره الماضيه او المحاضره الماضيه التفاصيل للباثوي هاد، حكينا انه عباره عن شنت باثوي، وبالتالي تلقائيا هذا الباثوي is connected أو correlated، خلينا نحكي للglycolytic pathway من خلال الانترميديتس اللي هو بنتجها أو بصنعها وبترجع بتدخل في الglycolytic pathway. شفنا كيف الخلايا تستغل هاي الفيتشر أو تستغل هاي الخاصية عشان تنظم عملية إنتاج سكر الريبوز أو النات بي اتش بناء على الريكويرمنتس أو الاحتياجات اللي متعلقة فيها. فشفنا كيف تعمل shift أو alternating ما بين الأوكسيديتيف phase والنون أوكسيديتيف phase of the pentose sugar. وحكينا إنه فعليا الكوميتد ستيب اللي بتعمل ريجوليشن لكل الباثوي هي هاي الستيب اللي بنشطها انزيم الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. من الاشياء الاساسيه كمان اللي حكينا فيها المره الماضيه انه في عندنا alternative resources للنات بي اتش، وهي تعتبر مصادر ثانويه غير المصدر الاساسي. دائما دائما الميجر سورس البرايمري سورس المصدر خلينا نحكي اللي موجود في كل الخلايا هو فعليا البي بي بي باثواي اللي هو اللي بينتج ناد بي اتش. ولكن في بعض الاحيان بيكون في عندي الترناتيف باثوايز او طرق مختلفه اني انتج فيها البرودكت اللي انا بدي اياه من خلال الميتوكوندريال انزيمز. شفنا كيف انه الميتوكوندريا ممكن تكون مزوده بمجموعه من الانزيمات، هاي الانزيمات في النهايه تؤدي للبرودكشن اوف مور NAD pH which is highly required to perform different functions inside the cells. من الأشياء اللي وصلنا عندها هي الـ uses of NAD pH. فهلا صار فينا نركز على جزئية أهمية وجود هذا الـ intermediate أو هذا الـ reducing agent في الخلايا. حكينا انه بشكل اساسي في 5 وظائف بيلعب فيها النات بي اتش دور مهم في الخلايا. الاول اللي هو الريدكتيف بايوسينثيسيس، حكينا عن الريدكتيف بايوسينثيسيس المره الماضيه وحكينا انه بشكل عام الالكترونات الموجوده في النات بي اتش رح يكون مصيرها انها توصل اخيرا للفاتي اسيدز والستيرويدال هرمونز، وبالتالي بهاي الطريقه يتم عندي تصنيع بايو موليكيولز في خلايا الجسم المختلف. طبعا الستيرويدال هرمون اكيد رح يتصنع في الادرينال كورتكس او في البلاسينتا التستس والاوفريز، والفاتي اسيدز اكيد بتتصنع في الاديبوز تشو بشكل عام لانتاج الدهون. النقطة الثانية اللي بلشنا نحكي عنها في نهاية المحاضرة السابقة هي موضوع الريدكشن اوف H2O2. هلا فعليا السؤال الكبير هون وين بلزمني اعمل او استخدم النات بي اتش في موضوع الريدكشن اوف اتش 2 او 2. سو تو جيت ريد اوف اتش 2 او 2 وين راح يدخل النات بي اتش؟ بس عشان نفهم بالضبط الدور اللي بيلعبه النات بي اتش هون لازم اول شيء نفهم شو يعني رياكتيف اوكسجين سبيشيز، شو يعني فري راديكلز، وايش ليش هم موجودين، من وين بيجوا، وكيف جسمنا فيه يتخلص منهم. هلا الرياكتيف اوكسجين سبيشيز هم عباره عن نوع من انواع الفري راديكلز. حيكون في عندنا كمان انواع رياكتيف سبيشيز ثانيه، بس اللي بدنا نفهمه دائما انه الفري راديكلز سواء كانت رياكتيف اوكسجين سبيشيز او وات ايفر في النهايه هي راح تنتج لي موليكيولز. هاي الموليكيولز عندها تندنسي تو تيك الكترونز، وبالتالي هي بحاجه الكترونات نظرا لانها فاقده للزوج البير الكترون الموجود هون، فهي دائما بتحاول تعوض هذا النقص تاعها. الفري راديكلز انانيين لدرجه انهم ممكن يهاجموا اي شيء قدامهم ويخربوه بمقابل انهم يحصلوا على اللي بدهم اياه، وبالتالي شو بيعملوا؟ بيروحوا على الدي ان اي، بيروحوا على البروتين، بيروحوا على الانساتوريتد ليبيدز الموجودين في الخلايا وبلشوا ياخذوا من الالكترونات الموجوده فيهم. هاي العمليه لما بتسحب الكترونات من الخليه عشان انت ترتاح وتستقر كفري راديكال فعليا رح تؤدي للاوكسيديشن اوف ذا سيل، او تخلق شيء بنسميه الاوكسيديتيف ستريس. هذا الاوكسيديتيف ستريس اللي بيصير في الخلايا رح يؤدي eventually للديث اوف ذا سيل نتيجه الهيوج دامج اللي بده يصير حتى على مستوى الماده الوراثيه اللي فيها. فتلقائيا الخلايا رح تموت بعد هذا الاوكسيديتيف ستريس. فالسؤال هلا انا كخليه كيف احمي حالي من هدول الفري راديكلز؟ في عندنا تو سيستمز او طريقتين ممكن انا اتعامل فيهم مع الفري راديكلز. الطريقه الاولى اللي هي موضوع
الانتي اوكسيدنتس اللي حاجلها انا للاخر نحكي عنها، لانها هي فعليا مش الموست افيشنت واي، بس هي تعتبر احدى الطرق، لانه الانتي اوكسيدنتس هن عباره عن موليكيولز عندهم استعداد يعطوا الكترونات للفري راديكلز، بس الفري راديكلز يكفوا شرهم زي ما بنحكي عن ايش، عن الخليه، وبالتالي بهذه الطريقه بتصير الخليه ايش مالها سليمه، وتحافظ على نفسها من الهارمفول افكت للفري راديكلز. بالمقابل الانتي اوكسيدنتس هاي تركيزها في الخلايا اكيد مش دائما عالي، فبالتالي ممكن يصير في ديفيشنسي او ممكن يصير في نقص في الانتي اوكسيدنتس. كيف كخليه بدي اتعامل مع هذا السيتويشن او مع هذا الوضع؟ في هاي الحاله بيكون في عندي اللي هم الانزيمز اللي حنحكي عنهم بعدين. هاي الانزيمز هي اللي حتساعدني في التخلص من الاوكسيديتيف ستريس او التخلص من الباي برودكتس اللي بتطلع معي في التفاعلات، وبالتالي ممكن تأذي الخلايا وتؤدي للدث تاعها. هلا قبل ما نحكي عن الانزيمات هاي اللي بتساعدني في التخلص من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، لازم اسال حالي من وين الخلايا توصلها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، او فعليا من وين بتيجي هاي الفري راديكلز اللي فعليا رح تأذي جسمي. فعليا رح تيجي من 3 مصادر. المصدر الاول هي كباي برودكت للايروبيك ميتابوليزم، مين وايل واحنا عمالنا بنتنفس حاليا وعمالنا بنقوم بتصنيع الاي تي بي لازم للقيام بوظائفنا الحيويه، كباي برودكت عم بيطلع معنا H2O2 اللي هم عباره عن فري راديكلز. هاي الفري راديكلز بتنتج نتيجه انه بعض الالكترونات بتطلع من الكومبلكسز الاول والثاني، سوري الثالث، الموجودين في الالكترون ترانسبورت تشين في الميتوكوندريا، وبتروح دايركتلي بتعمل ريدكشن للاكسجين. حكينا انه البارشال ريدكشن للاكسجين حيخلق اللي هم الفري راديكلز، في هاي الحاله رح يخلق سوبر اوكسيد انيونز، رح تبلش تتراكم جوات الخليه، وبالتالي تعمل ايش؟ تعمل الاوكسيديتيف ستريس. هاي اول سورس او اول مصدر. اذا طالما انا كائن حي يقوم بعمليه التنفس الخلوي او اللي هو التنفس اللي بيعتمد على وجود الاكسجين، فبهاي الحاله راح يكون في عندي برودكشن لهاي الباي برودكتس. المصدر الثاني هي التفاعلات اللي بتكون مع الدراجز او مع الانفايرمنتال توكسنز. جسمنا كثير بيتعرض لتوكسنز، ل مواد كيميائية مختلفة، ممكن تدخل عن طريق الشم، ممكن تدخل عن طريق الأكل اللي بناكله، أو ممكن تتسرب من خلال طبقات الجلد عندنا. بالنهاية كل هاي المواد التوكسيك أو المواد السامة لازم يكون في عندي طريقة للتخلص منها. فأحيانا أنا بتخلص منها بنتج مواد زي الفري راديكلز هاي، وبالتالي بتأدي إلى الأكيوميليشن تاعها في الجسم. المصدر الثالث زي ما حتشوفوا اللي هو له علاقة في النقطة أو في نقطة رقم 4 من الوظائف اللي بتأديها الناد بي اتش في الخلية، اللي هي نقطة الفاجوسايتوسيس. احنا أخذنا أو سمعنا عن عملية الفاجوسايتوسيس، عملية البلعمة اللي بتقوم فيها خلايا الدم البيضاء كرمال تخلصنا من الميكروبس اللي بتهاجم جسمنا. هاي الميكانيزم اوف اكشن اللي بتشتغل فيها هاي الخلايا اللي هي الفاجوسايتس، الخلايا اللي بتعمل بلعمه بشكل عام، تحتاج الناد بي اتش وتحتاج الناد بي اتش اوكسيديز وتحتاج المايلو بيروكسيديز. هدول الانزيمين وهم بيشتغلوا على قتل البكتيريا بيطلعوا فري راديكلز وبينتجوا فري راديكلز. فرح نشوف مع بعض هاي الفري راديكلز كيف تتكون في الـ 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 في الماكروفيجز او في الفاجوسايتس بشكل عام. هدول الانزيمين حتردوا تسمعوهم عند النقطة رقم 4 اللي هي هون مرقمة دي، عند ال W C's اللي هي الوايت بلود سيلز فاجوسايتوسيس بروسيس. إذا واضح جدا انه هو جسمنا عم بيقوم بوظائف الحيوية المطلوب منه، سواء كانت هاي الوظائف دفاعية، سواء كانت هاي الوظائف detoxification، أو سواء كانت هاي الوظائف to produce energy، هو somehow is producing those free radicals. وبالتالي رح نشوف مع بعض كيف رح تكون هاي الطريقة، خلينا نحكي الأسلم، للتخلص من هاي الفري راديكلز. واضح جدا من اللي مكتوب هون انه في عندي 3 انزيمات. الانزيم الاول اللي هو السوبر اوكسايد ديسميوتيز اللي بيشتغل على تحويل السوبر اوكسايد انيون ل H2O2. لو افكر فيها حرفيا، هي هون انا رديت انتجت ماده ثانيه برضه توكسيك، لانه ال H2O2 اكيد مش ماده لطيفه بالنسبه للخلايا، وبالتالي وجودها برضه سام لازم يتخلصوا منها.
فعشان هيك في عندنا كمان انزيم ثاني اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز وانزيم الكاتاليز، هدول الثلاث انزيمات مع بعض بيشتغلوا على تحويل هاي البرودكتس السامة، سواء بتحويلها لانترميديت في الوسط او خلينا نسميه فري راديكال ثانية، وبعدين يرد نحول الفري راديكال لمي في الاخر ايفنشولي. في النهاية رح اوصل لهاي الجزئية اللي هي الحصول على الماء، وبالتالي اغير التوكسيك كومباوندز لا نون توكسيك كومباوندز، واقوم بالتخلص من السمية الموجودة. كيب ان مايند ان وجود هدول الثلاث انزيمات هم عبارة عن زي كأنهم باكج مع بعضهم البعض، يعني ما ينفعش احكي خلص ما انا عندي جلوتاثيون بيروكسيديز شو بدي في الكاتاليز، او عندي سوبر اوكسيد ديسميتاز شو بدي في الجلوتاثيون بيروكسيديز، ما بزبط. الخلية عشان تقوم بوظائفها كما يجب وتتخلص من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز ان ا جود واي او ان افيشنت واي خليني احكي، هي فعليا تحتاج الى الافكت اوف ذوز ثري انزيمز توجذر. فهلا مع بعض رح نشوف كل واحد من هاي الانزيمات ايش الاليه اللي بيشتغل فيها عشان يخلص الخليه من هذول الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. بدايه عندي السوبر اوكسيد ديسميتاز. السوبر اوكسيد ديسميتاز واضح جدا من المعادله انه بجيب اكسجين، بجيب البروتونز، وبواسطة هذا الإنزيم بيتم ربطهم لإنتاج الـ H2O2. أكيد رح يطلع كمان عندي مولكيولر أكسجين اللي هم هدول. هذا أوكي is not harmful، بس الـ H2O2 ما له harmful. رح يشتغل عليه أو يكمل عليه إنزيم الكاتاليز ويقوم بتحويله لـ H2O زائد O2 اللي هم عبارة عن non-toxic compound. So in this way we could achieve the detoxification of this superoxide by converting it to water and oxygen. بتحول لأكسجين ومي بالاكتيفيتي للسوبر اوكسيد ديسميتاز والكاتاليز توجذر. في عندي انزيم ثاني ممكن يشتغل على H2O2 في حال توفرت خلينا نحكي الظروف اللي هو بحاجتها، وهو الجلوتاثيون بيروكسيديز. هلا عشان نفهم مع بعض كيف بيشتغل الجلوتاثيون بيروكسيديز رح ابلش من تحت واطلع بطلوع لفوق. اول سؤال رح اسالكم اياه اللي هو فعليا عشان اشتغل في الجلوتاثيون بيروكسيديز شو راح يلزمني؟ طبعا الجلوتاثيون بيروكسيديز بيشتغل في هون في هاي الجزئيه من المعادله، يعني فينا نقسم التفاعل بهذا الشكل ونحكي انه هذا هو الجزء اللي بشغله الجلوتاثيون بيروكسيديز. واضح انه شو بده؟ بده جلوتاثيون، ويكون الجلوتاثيون هذا ايش ماله؟ ريديوسد. فهلا السؤال اللي بدنا مع بعض نحاول نفهمه شو هو الجلوتاثيون وشو يعني ريديوسد جلوتاثيون عشان نقدر نفهم شو بده يصير في التفاعل عندي في النص هاد وفي النص هاد كمان. اول شيء الجلوتاثيون هو عباره عن تراي بيبتايد. شو يعني تراي بيبتايد؟ يعني ثلاث بيبتيدات. شو هم سوري ثلاث اعماض امينيه، بس تراي بيبتايد لانهم بيعملوا ثلاث روابط او رابطين بيبتيديات. اوكي هلا هذا التراي بيبتايد مكون من جلوتاميت، مكون من سيستين، مكون من جلايسين. جلوتاميت سيستين وجلايسين شو راح يعطيني؟ راح يعطيني الاستراكشر هذا اللي هو اسمه جلوتاثيون. طبعا الجلوتاثيون اللي امامنا هو ريديوس جلوتاثيون، كيف عرفت؟ من هون من السلفر اللي ايش ماله اوريدي مرتبط مع الاتش، وبالتالي اعطاني ثايول جروب. عاده الريديوس جلوتاثيون بنختصره ب جي اس اتش، عشان تكونوا فاهمين الاختصار من وين اجى. جي اللي هي من الجلوتاثيون، اس اتش من الثايول جروب، وبالتالي هون سبب التسميه. اذا الريديوس جلوتاثيون هو عبارة عن تراي بيبتايد ثايول، تراي بيبتايد ثايول، يعني هو عبارة عن بيبتايد ثلاثي أو ثلاث أحماض أمينية معاهم ثايول جروب، فاسمه جاما جلوتاميل سيستين جلايسين، سيستينال جلايسين. هلا هذا موجود وين؟ موجود في كل الخلايا تقريبا، طالما أكيد وظيف إنه بيساعد البيروكسيديز بالتخلص من الـ H2O2، طالما اغلب خلايا جسمنا بدي استثني خلايا الدم الحمراء بتشتغل على الايروبيك ريسبيريشن، فاكيد فور شور الفري راديكلز سم هاو موجودين في كل مكان في جسمنا. فعشان احمي كل الجسم لازم يكون الانزيم هاد او سوري الريديوس جلوتاثيون اللي لازم للجلوتاثيون بيروكسيديز موجود في كل الجسم، يعني باللوجيك بالمنطق حتى لو نسينا فينا نربط الاشياء ببعضها البعض. هذا كان كيميكالي ديتوكسيفاي H2O2، يعني فيه يتخلص من ال H2O2.
وبالتالي رح يعطيني الريديوز جلوتاثيون فورم ذات ويل مينتين ذا ريديوز ستيت اوف ذا سيل. اذا بتتذكروا في بدايه الشرح حكيت لكم وجود الرياكتيف اوكسجين سبيشيز حيزيد الاوكسيديتيف ستيت في الخليه، وبالتالي رح يصير في عندي اوكسيديشن للامبورتنت ستراكشرز زي الدي ان اي زي البروتين زي الليبيدز. عشان امنع الاوكسيديشن هاي لازم يكون في عندي ريديوز جلوتاثيون، اوكي؟ فهو اللي بيحافظ على الريديوز ستيت انسايد ذا سيل. هلا إذا طالما صار بالنسبة لي واضح إيش هو الجلوتاثيون، إيش الكومبوننتس الأساسية الموجودة فيه، خلينا نرجع باك هون نشوف الجلوتاثيون بيروكسيديز كيف بده يشتغل. إذا أنا أمنت له ريديوس جلوتاثيون، جلوتاثيون أوريدي معمول له ريدكشن، واستخدمت هذا الإنزيم اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز عشان يحول ال H2O2 ل H2O. بهاي الطريقة هو بيحول مادة توكسيك ل نون توكسيك كومباوند. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، وين أو شو دور النات بي اتش في هذا الموضوع؟ دور النات بي اتش ببلش في هاي الخطوة اللي هو in the production of the reduced glutathione، لأنه بعد ما يخلص هذا التفاعل reduced glutathione رح يصير له oxidation، وبالتالي حيعطيني الاوكسيدايزد جلوتاثيون اللي هو باختصاره او بيسموه جي اس اس جي، اوكي؟ جي هون بدون فاصل، اوكي؟ اللي هي زي الاختصار الموجود هون. محمد هلا بجاوبك، بس ثواني عشان انهي الفكره اللي بحكي فيها. الجلوتاثيون اوكسيدايزد فورم اللي هو يختلف عن الجلوتاثيون هاد انه هو عباره عن تو مولكيولز اوف جلوتاثيون بينهم دايسلفايد بريدج او بينهم رابطه دايسلفايد هاي. هلا الاوكسيدايزد جلوتاثيون عشان يرجع يصير ريديوس جلوتاثيون لازمني انزيم ثاني اللي هو الجلوتاثيون ريدكتيز، فبيجي الانزيم الجلوتاثيون ريدكتيز بده يعمل ريدكشن للجلوتاثيون الاوكسيدايز. مين بيساعده؟ النات بي اتش. اذا هون بيجي عندي دور النات بي اتش تاعي في الحفاظ على كميات الجلوتاثيون ريديوست من خلال انه بيعطي الالكترونات تاعته لهذا التفاعل او للبرودكشن اوف ذا ريديوست جلوتاثيون. اذا فعليا الموضوع ببلش كالتالي، الجلوتاثيون بيروكسيديز ما بقدر يشتغل بدون ريديوست جلوتاثيون، ريديوست جلوتاثيون بصير له ريدكشن من خلال الاكتيفيتي للجلوتاثيون ريدكتيز. الجلوتاثيون ريدكتيز بيستخدم النات بي اتش او بيساعده النات بي اتش في الريدكشن تاع الجلوتاثيون. In this way, the reduced glutathione بواسطة هذا الإنزيم اللي هو البيروكسيديز إنزيم رح يفكفك ال H2O2 ويحوله ل non-toxic compounds. آخر نقطة اللي هو هذا الإنزيم في شرط أساسي له إنه بيشتغل بإفشنسي أحسن طبعاً، وأكيد الأكتيفيتي تاعته بحاجة لعنصر سيلينيوم. وبالتالي كيف أخذنا فيه بروتينات او في انزيمز ما بتشتغل الا بوجود عنصر او معدن معين، فهذا المعدن هو الشيء المطلوب للفانكشناليتي اوف ذا جلوتاثيون بيروكسيديز. اذا لازم الجلوتاثيون بيروكسيديز الاستراكشر تاعه يحتوي على سيلينيوم، ولازم اامن له ريديوس ذا جلوتاثيون تو ستارت ذا ديتوكسيفيكيشن اوف H2O2 تو H2O زائد اكسجين. محمد محميد تفضل اسال. خلاص دكتورة، وصلتني الإجابة بعد ما عدت آه المادة. أوكي تمام. أوكي، في حدا لسه عنده سؤال أو مش فاهم إيش اللي صار بالضبط؟ طيب إذا فاهمين شو اللي صار هون بالضبط أو السيناريو اللي إحنا شفناه من شوي، هلأ صار لازم نفهم شو بيعمل الجلوتاثيون في الخلايا غير موضوع الريدكشن هذا. يعني واضح جدا إنه أكيد له دور في التخلص من الفري راديكلز هاي والحفاظ على الريديوز ذا ستيت أوف ذا سيل، بس عشان هيك جسمنا بيطلع الجلوتاثيون؟ أكيد لا، في وظائف أخرى. آه باي ذا واي، قبل ما أحكي عن الوظائف، هاي هو شكل الأوكسيدايزد جلوتاثيون. يعني فعليا إذا بدي أحط خط هيك متقطع زي هيك، هذا جزيء جلوتاثيون وهذا جزيء جلوتاثيون. عشان اعمل الاوكسيديشن او عشان يصير له اوكسيديشن فعليا لازم يرتبطوا مع بعضهم البعض بدايسلفايد بريدج، فعشان هيك بنسميه جلوتاثيون او اس وهذا جلوتاثيون او اس، فشو بصير بينهم؟ دايسلفايد بريدج. اعتقد هيك مفروض ما تنسوش بالضبط ايش اللي بصير فيهم، فهذا جزيء وهذا جزيء ثاني. لما بصير له ريدكشن اكيد بده يصير هون في عندي اتش، وبده يصير هون في عندي اتش، وبدهم يفكوا عن بعض، حيصير كل واحد فيهم لحاله.
الجلوتاثيون فانكشنز اذا بشكل اساسي حكينا بيشتغل كريدكتنت، وحكينا بتخلصنا كمان من الرص او الرياكتيف اوكسجين سبيشيز من خلال الجلوتاثيون بيروكسيديز اللي بيشتغل على الريديوس جلوتاثيون وبيطلعني او بيخلصني من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي حيعملوا دمج للدي ان اي وللبروتينات. شو كمان ممكن يعمل الجلوتاثيون؟ ممكن يعمل كونجوجيشن مع الدراجز and make them more water soluble، يعني ممكن يرتبط. وطبعا اللي مش فاهم ليش بيخليهم more water soluble فيه يراجع الاستراكشر تاع الاحماض الامينيه اللي سميناهم من شوي ويشوف فعليا شو الخصائص تاعتهم ويفهم من وين اجت هاي القدره عند الجلوتاثيون to make the drugs more soluble. كمان شغلة بساعد في نقل الأحماض الأمينية عبر غشاء الخلية، يعني زي كأنه بيمسك بإيد الأحماض الأمينية وبساعدها تعبر أو تمر عبر غشاء الخلية. كمان من الوظائف اللي كمان بيأديها الجلوتاثيون بيشتغل أحيانا ككوفاكتور كعامل مساعد للإنزيمات، بس هاي الإنزيمات عادة فيها رياكشنز بتضمن أو تتطلب ال rearrangement of the disulfide bonds، وبالتالي بهاي الطريقة بصير في عندي إعادة توزيع لل disulfide bonds في هاي الإنزيمات. فالإنزيمات اللي بده يصير فيها rearrangement لل disulfide bonds بيشتغل فيها الجلوتاثيون ك cofactor. إذا كمان مرة إضافة إلى الوظائف الأساسية اللي إحنا صرنا فاهمينها للجلوتاثيون اللي هي reduction والرياكتيف اوكسجين سبيشيز اليمينيشن من خلال تفكيك ال H2O2، الجلوتاثيون ممكن يرتبط في الدراجز ويخليهم مور ووتر سوليبل، ممكن يساعد في نقل الاحماض الامينيه عبر الغشاء، ممكن يشتغل ككو فاكتور اذا البروسيس تتطلب بروتين دايسلفايد بونز ري ارينجمنت. اوكي، في اي سؤال لحد هلا؟ طيب سمعت صوت، اوكي لا تمام. هلا نيجي للريجنريشن اوف ذا ريديوسد جلوتاثيون. كمان مره كيف بصير ريجنريشن للجلوتاثيون؟ اول شيء حكينا انه في عندي ماده معينه، هاي الماده المعينه اللي هي بدها تتفاعل مع الجلوتاثيون بالريديوسد فورم تاعه بواسطة الجلوتاثيون بيروكسيديز. أوكي، هاي المادة بعد ما يتم التفاعل معها، طبعا بغض النظر إيش هاي المادة اللي بتتفاعل هون سواء كانت H2O2 أو إشي تاني، رح تعطيني المادة هاي معاها هيدروكسيل جروب ورح يعطيني مي، والأهم اللي هو عندي رح يصير الجلوتاثيون أوكسيدايزد عشان أقدر أرجع التفاعل هذا أعمله مرة ثانية أو أي تفاعل ثاني أشتغله مرة ثانية. لازم أرجع أحول الجلوتاثيون من الأوكسيدايزد فورم ل الريديوسد فورم مرة ثانية، فبالتالي هذا الأوكسيدايز فورم ناخده بنضيف معاه ناد بي اتش عشان هو اللي حيتبرع بالإلكترونات، وباستخدام الجلوتاثيون ريدكتيز رح يعطيني الريديوسد فورم زائد ناد بي بلس. In this way I will make sure إنه يصير في عندي ريجنريشن لمين؟ لريديوسد جلوتاثيون، وبالتالي هاي السايكل بتضلها زي كأنها مستمرة. إذا فيكم تتخيلوا الكونكشن الموجود ما بين البنتوز بفوسفيت باثوي والموضوع الريديوز جلوتاثيون، انه العلاقه فعليا علاقه طرديه، كل ما زاد الناد بي اتش في الخليه كل ما زاد الريديوز جلوتاثيون في الخليه، كل ما صار في عندي ديبليشن في الناد بي اتش كل ما صار في عندي ديبليشن في الجلوتاثيون في الريديوز فورم تاعه، وبالتالي نقصان الجلوتاثيون in the reduced form راح يحفز البنتوز pathway to produce more than pH، اللي هي هاي بتفسر الجملة اللي كنا دائما نحكيها المحاضرة الماضية ونقول إنه if the cell requires more than pH، يعني إذا الخلية تحتاج إلى than pH يعني فعليا إنها تحتاج تحول الأوكسيدايز الجلوتاثيون لريديوسد فورم. هاي صورة تانية للدايسلفايد بريدج الموجود في الأوكسيدايز الجلوتاثيون عشان إذا كان فيك مش أوضح، وتشوفوا كيف فعليا الرابطة بتتكون ما بين الجزيئين بعد بيصير عندي عملية الأوكسيديشن. شو أهمية الريجنريشن اوف جلوتاثيون انسايد بلاد سيلز؟ الأهمية تنبع من إنه فعليا خلايا الدم الحمراء لا يوجد لديها أي مصدر إضافي للناد بي اتش، يعني فعليا the solo source of NAD pH inside the red blood cells is the bentose phosphate pathway، وبالتالي كل ال NAD pH الموجود عندي جاي من هذا الباثوي، ف
فتلقائيا اي ديفيشنسي حتصير في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم زي ما حنشوف ليتر اون في هذا التشابتر راح تؤدي للهيمولوتيك انيميا. وطبعا فينا صار نحس ليش الانفلونس او الهارمفول افكت بيكون اكبر شيء على خلايا الدم الحمراء نظرا لهي الحقيقه اللي هي حقيقه انه انا ما عندي باثوي اخر من خلاله انتج الريكوايرد نات بي اتش اللي الخلايا بتحتاجه عشان تتخلص من الاكيوميليشن اوف اتش 2 او 2 which will threaten their membrane وبالتالي يؤدي الى السيل لايسيس. هلا ممكن حدا في هاي اللحظه يفكر اوكي ما هي صح ما عندهاش قدره انها تعمل ريجنريشن للجلوتاثيون لانه ما عندهاش نات بي اتش، بس فعليا هي عندها كاتاليز انزيم، عندها سوبر اوكسايد ديسميوتيز انزيم. تتذكروا في بدايه الشرح شو قلت لكم؟ قلت لكم هذول الثلاثه انزيمز سوبر اوكسايد ديسميوتيز الكاتاليز الجلوتاثيون بيروكسيديز لازم يشتغلوا كلهم كمجموعة as a group وبالتالي in this way they can defend the body against the reactive oxygen species. بينما إذا كانوا فعليا كل واحد فيهم بيشتغل لحاله الاكتيفيتي أو خلينا نحكي التخلص من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز ما رح يكون ممكن أو ما رح يكون بسهولة هاي اللي إحنا متخيلها. أوكي في أسئلة لحد هون؟ الجزء الأخير اللي له علاقة بالفري راديكلز الموجودين في جسمنا، احنا حكينا في البداية إنه لازم أو فعلياً في جسمنا في أنتي أوكسيدنتس، هاي الأنتي أوكسيدنتس هي عبارة عن كيميكلز عندها استعداد تعطي معطاءة، عندها استعداد تعطي إلكتروناتها للفري راديكلز، بس الفري راديكلز تحل عن الخلية وتتركها بحالها وتصير الخلية عايشة بشكل طبيعي وبشكل مستقر. فتلقائياً جسمنا في خلينا نحكي اماونت معينه من هاي الانتي اوكسيدنتس اللي عاده ناخذها من خلال الدايت، يعني بناكل اشياء فيها اسكوربيك اسيد او اسكربيت او بناخذ اشياء فيها فيتامين اي او بيتا كاروتين، اكشوالي وي ار تيكينج انتي اوكسيدنتس. هلا لما اجوا قرروا في المختبر حكوا طالما هاي الانتي اوكسيدنتس بتخلصنا من الفري راديكلز خلينا نعمل اكسبيرمنتال ترايلز ونشوف اذا اخذنا هاي عملنا انتيك لهاي الموليكيولز او لهاي الانتي اوكسيدنت اذا فعليا حتاثر على باثولوجيك باثولوجيك ستيتس او سيتويشنز ان زي الكانسر زي الكرونيك ديزيزز مثلا، وهل رح تخفف هاي الاعراض او حتخفف من هاي الامراض. فوجدوا انه فعلا في كوريليشن، اذا عملنا انتيك مثلا البيتا كاروتين رح يصير في عندي ريدكشن للريسك اوف كانسر ورح يصير عندي ريدكشن مثلا لسيرتن كرونيك هيلث بروبلمز. لما استمروا في الموضوع اخذوا هاي الاكسبيرمنت وطبقوها في حاله كلينيكال ترايلز، اخذوا سبلمنتس فيها بيتا كاروتين واعطوها لاشخاص معينين وعملوا دراسه على ناس بيدخنوا وناس ما بيدخنوا، وجدوا انه الناس اللي بتدخن لما اعطيتهم بيتا كاروتين كسبلمنت صار عندهم ريسك اللنج كانسر اعلى، يعني زادت عندهم معدلات السرطان رغم انه الاكسبكتيشن انها المفروض انها تقل. فالتفسير العلمي للإشي اللي صار او الإشي الان اكسبكتد هذا اللي صار معهم هو فعليا انه الانتي اوكسيدنتس تشتغل مع بعضها البعض in a synergistic way، يعني بتشتغل بتعاضد أو بتعاون مع بعضها البعض عشان تأدي وظيفتها كأنتي أوكسيدنس. فبالتالي إذا أنت بتيجي بتفصل pure compound لحاله زي البيتا كاروتين وتعطيه للشخص أنت in this way you are just taking one compound، وبالتالي ما رح تشوف الانفلونس أو ما رح تشوف التأثير لكل هاي المواد مجتمعة مع بعضها البعض. فبالتالي الريكومنديشنز اللي طلعوا فيها انه فعليا هاي الاشياء او اللي هي الانتي اوكسيدنتس الصح ناخذها من الدايتري فروتس او من مصادرها بشكل مباشر مش كسبلمنتس او مش ك ك ك مكملات غذائيه خلينا نحكي كبيلز اللي هي كبيور كومباوندز. تمام بعدكم معي ولا ضعتوا مني؟ ما عليك ما عليك. تمام. هلا المحاضرة هاي شوي دسمة فخليكم مركزين، يعني بعرف الأشياء اللي بحكي فيها مش لطيفة كتير بس حاولوا تضلكم معي لأنه في معلومات كتيرة والامتحان قريب فبتضلكم متذكرين إذا ضليتم صحصحين معي.
هلا السيتوكروم، السيتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز سيستم. هلا لما بحكي مونو اوكسجينيز سيستم هو عباره عن كولكشن حكيت لكم من انزيمات، هاي الانزيمات لها ميكست فانكشن اوف اوكسيديزز، يعني بتأدي اوكسيديتيف فانكشنز، فيها اوكسيديزز انزيم سوري، وبتأدي ديفرنت فانكشنز او ديفرنت جوبز. خلينا نحكي موجودة عادة وين؟ موجودة embedded في الغشاء. هلا السؤال أي غشاء؟ غشاء السموث اندوبلازميك ريتيكولوم أو غشاء الميتوكوندريا؟ إذا كانت في السموث اندوبلازميك ريتيكولوم إلها اسم، وإذا كانت في الميتوكوندريا إلها اسم ثاني. هلا بديش أدخل في هذه التفاصيل، خلينا شوي شوي نحاول نفهم شو اللي قدامنا. إذا السيتوكروم مونو أوكسجينيز سيستم هو عبارة عن كومبلكس من إنزيمات تعمل أوكسيديزز فانكشنز، تشتغل على ذرات معينة بحيث انها تضيف لها اكسجين. هلا لما بتضيف ذرة اكسجين لهذا الجزيء اللي موجود عندي اياه هون، شو بصير فيه في الاخر هون؟ بصير ار او اتش. برايكم هذا اللي نتج ايش هو؟ طالما في او اتش، اي مجموعة وظيفية هاي؟ هيدروكسل. وبالتالي هذا الناتج ايش؟ الكحول كحول. برافو. هلا الكحول بولر ولا نون بولر؟ بولر يعني فعليا اذا بدي اقارن هذا الموليكيول اللي صار موجود عندي هون مع هذا اللي هون، هذا اللي بالجوات الدائره صار مور بولر، وبالتالي صارت ذائبيته اكبر في الاوساط المائيه الموجوده في الجسم. بهاي الخطوه عشان اشتغلها لازمني السيتوكروم مونو اوكسيدينيز كومبلكس، وبيشتغلوا باستخدام الالكترونات الموجوده في الناد بي اتش. يعني الناد بي اتش رح يجي يسلم الكتروناته للمونو اوكسيدينيز سيستم عشان يقوم هو في النهاية بالريدكشن of this to water and NAD plus. زي ما حكيت الخطوة اللي راح استفيدها فعليا هي تغيير طبيعة هذا المركب او هذا الموليكيول الموجود عندي بحيث انه يصير ذائبيته اعلى. هلا السؤال اللي بنخليه في بالنا، شو يعني اذا صار ذائبيته اعلى؟ شو بستفيد انا من هذه الخطوة؟ اوكي، بس قبل ما اكمل رح نفهم او نسال حالنا من وين اجت البي 4450 هاي؟ البي 4450 هي اجت من الابزوربنس على هاي الويف لينك اللي هي ال 450 نانومتر. يعني فعليا لما عملوا اكستراكشن للبروتينات الموجوده مثلا في خلايا معينه واخذوا ويف لينك مقدار على طول هالموجه 450، اعطتهم الفي ماكس او اللي هي سوري اللامدا ماكس اللي هي الماكسيمم ابزوربشن على هذا الطول الموجي. فمن هون اجت التسميه ب 450، عشان اذا حدا فكر من وين اجت التسميه، فالتسميه الناتجه عن الابزوربنس لهذا البروتين على طول الموجي 450. واذا بتسال حالك ليش البروتينات بتمتص اطوال موجيه معينه، المفروض اعتقد تاخذوا هذا الحكي في المختبر، فعليا لانه البروتينات فيها الأحماض الأمينية فيها R groups مختلفة. فإذا كان مثلا عندها بنزين رينج بتمتص طول موجي معين، إذا ما كانش عندها البنزين رينج بتمتص طول موجي مختلف، فبالتالي رح تتفاوت أو تختلف في أطوال الموجية اللي بيتم عليها الامتصاص بناء على الستركتشر بتاع هاي البروتينات. هاي باختصار، فبس هذا يعني ممكن تقرأوا عنه وتشوفوا التفاصيل هاي فيما بعد. هلا نيجي للسيتوكروم بي 450 أو اللي بسموه السب enzymes اللي هم السيتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيزز. عادة هاي في إلها سوبر فاميلي اوف هاندردز اوف جينز، يعني في مئات الجينات اللي بتعمل كودينج للريليتد هيم كونتيننج مونو اوكسجينيزز. هيم كونتيننج معناته في الاستراكشر بتاعها في تركيبها ايش؟ حديد. هاي المونو اوكسجينيزز اللي في آلاف او مئات الجينات اللي عمالها بتنتجها، الهدف منها هي البرود فاريتي اوف رياكشنز، يعني ازيد الدايفرسيتي في التفاعلات اللي بتقوم فيها المونو اوكسجينيزز. لانه فعليا اذا جين واحد بيطلع مونو اوكسجينيز واحد، معناته انا فعليا حيطلع معي تفاعل واحد. بس برايكم جسمنا كم التوكسينز اللي بتعامل معها او المواد الكيميائيه اللي بتعامل معها مختلف ومتنوع، وبالتالي هو بحاجه لدايفرسيتي في الجينات اللي بتعمل كودينج لهاي الانزيمز، وعشان بالتالي سيطر على اكثر او اوسع كميه من التفاعلات اللي من خلالها ممكن يعمل ديتوكسيفيكيشن او يخلصنا من المواد السامه هاي اللي ممكن احنا ناخذها او نتعاطاها زي ما هنشوف بعد شوي. هلا هذا المونو اوكسجينيز ضروري يكون في الاستراكشر تاعه حديد.
مش اي حديد، الحديد اللي يحمل شحنه بلس 3، اللي هو انت بتعرف انه الاكسيديتيف ستيت للحديد ممكن تكون بلس 2 وبلس 3، فهذا لازم يكون بلس 3 حصرا. ولاحظوا انه مرتبط مع الريزيديو تاعت الحمض الامينيه تاعت السيستين، فالرابطه موجوده هون ما بين السلفر اللي جاي من السيستين والحديد اللي جاي في الاستراكشر الاساسي للانزيم اللي هو للمونو اوكسجينيز انزيم. حكينا انه التفاعل اللي ممكن يصير هو اضافه هيدروكسيل جروب ل دراج معين او لكومباوند معين. هاي الهيدروكسيل جروب اللي بتنضاف حتغير طبيعه المركب اللي متعامل معه، يصير مور بولر وبالتالي بحب المي بشكل اكبر من النسخه السابقه منه. هذا التفاعل بنسميه هيدروكسيليشن. ليش؟ لانه ضفت هيدروكسيل جروب. شو في كمان تفاعلات ممكن السيتوكرومز تشتغل عليها؟ في عندي الايبو اوكسيديشن وفي عندي الهيتيرو اتوم اوكسيديشن. الايبو اوكسيديشن هو فعليا لما بتنضاف مجموعه اكسجين لذرتين كربون اصلا مشابكات مع بعض، يعني بيكونوا ذرتين كربون شابكين مع بعض، تيجي الاكسجين هون بالنص بصير تعمل اوكسيديشن هون، فبالتالي هذا النوع بنسميه ايبو اوكسيديشن. وفي عندي الهيتيرو اتوم اوكسيديشن اللي هي لما ذره الاكسجين تعمل اضافه على نيتروجين او على سلفر او على اذر هيتيرو اتومز. هيتيرو معناها مختلف، ومن هون اجت التسميه هيتيرو اتوم اوكسيديشنز. اوكي سو هذول ثلاث اكزامبلز المذكورين هون هو امثله على التفاعلات اللي يمكن المونو اوكسجينيز يقوم فيها او يعملها خلال خلينا نحكي الاكتيفيتي تاعته او النشاط تاعه. كيف بيشتغل هذا الانزيم؟ زي ما حكينا دور الناد بي اتش الاساسي هو انه يسلم الكتروناته لهذا السيستم. هلا هذا السيستم اللي هو اصلا بيكون حكينا موجود جوات الممبرين تاع الاندوبلازميك ريتيكولوم او الميتوكوندريا عنده انزيم اسمه سيتوكروم ريدكتيز. ففعليا اللي حيستلم الالكترونات من الناد بي اتش هو السيتوكروم ريدكتيز، وحيسلمها للكوفاكتورز تاعهم اللي هم الفاد والاف ام ان، اللي هو الفلافين ادينين داينوكليوتايد والفلافين مونو نيوكليوتايد. بشكل عام الالكترونات اللي بيستلموها هدول الكوفاكتورز رح ينتقلوا لمجموعه من المونو اوكسجينيسز اللي زي ما انتم شايفين كل مره في داخل في الاستراكشر تاعها حديد. طبعا هاي التفاصيل اكيد كلها مش مطلوبه، مطلوب بس تفهموا انه النات بي اتش بيعطيها للسيتوكروم ريدكتيز، السيتوكروم ريدكتيز بيعطيها للمونو اوكسجينيز اللي في عنده حديد، وبالتالي بالاخر رح يصير في عندي انتاج للبرودكت اللي ايش ماله؟ هيدروكسيليتد، هاي اللي بس مطلوب منكم. فتلقائيا رح يتم انتاج هذا البرودكت اللي حكينا صفاته تختلف عن الصفات اللي احنا بلشنا فيها في الاساس او في السبستريت اللي اشتغلنا عليه في البدايه. اوكي؟ طبعا واضح جدا من الرسمه انه هذا الكومبلكس بيشتغل ان سايكليك واي، وبالتالي رح يصير في عندي ريجنريشن للإشي اللي في البدايه انا استخدمته عشان اخذ الالكترونات من مين؟ من الناد بي اتش. اوكي؟ تقدر تعيديها بس دكتورة على السريع؟ تمام، هلا بعيدها كمان مره. هلا نيجي للسيتوكروم فانكشن، كيف بيشتغل السيتوكروم او كيف التفاعلات هاي بتصير؟ تفاعلات بتصير، طبعا هذا اللي انا رسمته هيك بشكل مش انا رسمته، اللي كتابكم رسمه بشكل سايكل، كنت تتخيل انه هذا الشيء كله بده يصير في الممبرين، وهلا قدام انا حاطط لكم اصلا صوره على الممبرين تاع الاندوبلازميك ريتيكولوم، بس فعليا هاي التفاعلات تصير في غشاء الميتوكوندريا او غشاء الاندوبلازميك ريتيكولوم. مبدئيا النات بي اتش دوره هو انه يعطي الكتروناته لمين؟ للتاد والاف ام ان اللي هم الكو فاكتورز اللي كمان رح يسلموهم ل البي 450 اللي الهارت تبعه في قلبه في ايش؟ في حديد. اوكي؟ هلا اللي رح يسحب هاي الالكترونات او يساعد في سحب هاي الالكترونات انزيم اسمه ريدكتيز، يعني رح يعمل ريدكشن للناد بي اتش ويحوله لناد بلس. هلا هاي الالكترونات بيستلمها الفاد والاف ام ان او الاف ام ان اللي هم عباره عن كوفاكتورز للانزيم هذا اللي هو السيتوكروم بي 450 ريدكتيز. انزيم الريدكتيز راح يعطي الانزيم البي 450 اللي في الـ او سوري الـ يس هو مونو اوكسجينيز انزيم في الكومبلكس نفسه، راح يعطيه هاي الالكترونات
طبعا السبستريت برضه رح يدخلوا في هاي الخطوة، وتبلش هاي الالكترونات تتنقل من انزيم لانزيم. اوكي، طبعا في كل مرة اكيد رح تلاحظوا الاختلافات اللي قاعدة بتصير، بس انا اجمالا مش مطلوب منكم هاي التفاصيل، مطلوب منك تعرف انه في الاخر في نهاية المطاف بعد ما يخلص هذا السايكليك باثوي رح يطلع البرودكت عندي حامل للهيدروكسيل جروب او معاه هيدروكسيل جروب. من وين اجته او مين ساعده انه ياخذها؟ المونو اوكسجينيز سيستم او السيستم هذا كلياته. اوكي، وصلت اللي سالني او حكى لي عيديها؟ في حدا لسه عنده مشكله فيها؟ طيب اذا فهمنا الاليه اللي بتشتغل فيها، هلا صار نفهم شو الدور اللي بتلعبه في الجسم، او اللي احنا مرات نيجي بنحكي الكبد بيعمل ديتوكسيفيكيشن او سموث اندوبلازميك ريتيكولوم بتعمل ديتوكسيفيكيشن، بس ما كنا ندخل في تفاصيل كيف الديتوكسيفيكيشن بتصير، هذا في الجنرال بيولوجي كنا نحكي لكم بشكل عام. فهلا بدنا نشوف الفانكشن هذا اللي احنا كنا دائما نسميه ديتوكسيفيكيشن كيف راح يصير ان ديتيلز. اذا اجيت على المايكروسوم، المايكروسومال سيستم، المايكروسومال سيستم هو فعليا السيستم من المونو اوكسجينيزز اللي موجودين وين؟ في السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. ارجع على الشريحه هاي، لما شرحت هون قلت لكم اللي في السموث اندوبلازميك ريتيكولوم له اسم، واللي في الميتوكوندريا له اسم. اللي في السموث اندوبلازميك ريتيكولوم اسمه مايكروسومال سيستم. المايكروسومال سيستم هاد بيشتغل على الديتوكسيفيكيشن اوف دراجز بشكل عام. ايش الدراجز هاي؟ اسمها زينوبايوتكس. شو هم الزينوبايوتكس؟ اي فورين كومباوند، اي موليكيول غريب على الجسم، تشمل مجموعه دراجز كبيره، تشمل بوليوتنس او ملوثات، تشمل بتروليوم برودكتس، كارسينوجينز اللي هن المواد اللي ممكن تحفز الكانسر، والبيستيسايدز اللي هن مضادات الافات، بيستيسايدز. اوكي، فهدول الكومباوندز بشكل عام كلهم بيندرجوا تحت زينوبايتكس. اوكي، شو يعني زينوبايتكس؟ هم اني فورين كومباوند عن الجسم، اي موليكيول او دراج غريب عن الجسم. شو بتعمل فيه المايكروسومال سيستم الموجود في الاندوبلازميك ريتيكولوم؟ تعمل له ديتوكسيفيكيشن، تزيل سميته. كيف؟ واضح جدا، هاي هي الصورة اللي كنت احكي لكم عنها، اللي هو صورة او كيف ممكن نتخيل شكل المونو اوكسجينيز سيستم الموجود في المايكروسومال سيستم في الميتوكوندريا. في عندي انزيم الريدكتيز اللي حكينا عنه في البداية، اللي هو بيسحب الالكترونات من الناد بي اتش. اوكي، في الخطوة الاولى من السايكل اللي حكيناها من شوي، بعدين هاي الالكترونات بتنتقل لانزيم ثاني، بعدين توصل للبي 450 اللي واضح هون في الصورة في عنده حديد في النص هون. هون بيجي دور ايش؟ السبستريت اللي هو الاكس اتش في هالحاله، او الدراج اللي انا بدي اشتغل عليه او ازيل سميته، وبالتالي بيتم ربطه مع الاكسجين عشان يعطيني اكس او اتش زائد المي. المي اصلا مش توكسيك، هذا التوكسين اللي كان موجود عملنا له هيدروكسيليشن وبالتالي خليناه يصير مور بولر، معناها زادت السولوبيليتي. شو استفدت انا من هاي الخطوه؟ هلا بحكي لكم، بس بدنا نعرف انه المايكروسومال سيستم في مجموعه انزيمات بسموها سي واي بي. هاي السي واي بي في منها صور مختلفه، او في منها في بوليمورفيزم في الجين، فبالتالي بينتج منها نسخ مختلفه. فمثلا هاد بيعمل هيدروكسيليشن لتوكسينز معينه باستخدام طبعا الناد بي اتش كسورس للالكترونز او مصدر للطاقه عشان يعمل ريديوسينج equivalence. هلا بالمقابل مثلا هذا البوليمورفيزم اللي موجوده في هاي الانزيمز بتخليها قادره على انها تتعامل مع وايد فاريتي اوف دراجز. يعني تخيل لو جسمنا ما عندوش غير انزيم واحد من هاي النوع من الانزيمات، معناها انا لو دخل جسمي اي دراج بغض النظر ايش هو ما راح اعرف اتعامل معه، لانه انا ما عندي الانزيمز اللي تساعدني اشتغل عليه. فسبحان الله، الله اعطانا بوليمورفيزم اللي هي قدره على انه نعمل نسخ كثيره من السي واي بي انزيمز. هاي القدره اللي هي السيتوكروم كمان مره بي 450 انزيمز، هاي الوجود لهاي النوع المختلف من الانزيمات بخلينا نتعامل مع مجموعه واسعه من الدراجز او البوليوتنتس هاي اللي بتدخل اجسامنا. هلا انا عملت هيدروكسيليشن او التفاعلات الاخرى اللي حكينا عنها من شوي، شو استفدت؟ اللي بستفيده
ممكن حتى احكي عن هاي النقطه كمان تابعه لهم، اللي هم 3 نقاط. النقطه الاولى موضوع الاكتيفيشن او الان اكتيفيشن اوف ذا دراج، طبعا يعتمد على الدراج اللي انا بتعامل معه. هاي الخطوه اللي هي اضافه هيدروكسيل جروب ممكن تعمل اكتيفيشن للدراج او ممكن تعمل له ان اكتيفيشن، وبالتالي بهاي الطريقه يا اما انا بخلص من إشي سيء ممكن يضر الجسم، يا اما بعمل اكتيفيشن لإشي فعليا ممكن يفيدني او يعالج مشكله حيويه معينه. الخطوة الثانية أو النقطة الثانية اللي ممكن الموديفيكيشنز هاي تعملها إنها تغير السوليبيليتي، لأنه حكينا رح يتغير طبيعة الموليكيول من نون بولر لبولر، وبالتالي بهاي الحالة رح يصير عندي قدرة إني أخرج هذا الدراج أو هذا الموليكيول اللي صار ووتر سوليبل أو صار سوليبيليتي تاعته أعلى، أخرجه عن طريق اليورين أو عن طريق الفيسز لخارج الجسم، وبالتالي أطرده للخارج وأتخلص منه. كمان نقطة، هاي في بعض الأحيان الهايدروكسيل جروب اللي أنا حطيتها على الدراج تعتبر نقطة كونجوجيشن، نقطة وصل من خلالها ممكن أشبك أي شيء ثاني مع هذا الدراج اللي كان موجود عندي. شو يعني أشبك أي شيء ثاني؟ ممكن أشبك بولر موليكيولز زي مثلا الجلوكورينيك أسيد. الجلوكورينيك أسيد إذا انشبك مع هاي الموليكيولز بزيد السوليوبيليتي لسه أكثر وأكثر، وبالتالي فيني أتخلص أو أستفيد من هذا الدراج حسب شو الباثوي اللي انا معنيه فيه او اللي انا بدي اياه. اذا اعيدهم كمان مره، الهايدروكسيليشن اللي بتصير على الموليكيولز هاي ممكن يكون في إلها انفلونس كبير في عمليات الديتوكسيفيكيشن. كيف؟ يا اما بتعمل اكتيفيشن او ان اكتيفيشن للدراجز، يا اما بتزيد السوليوبيليتي وبالتالي بصير سهل اني اتخلص منها عن طريق اليورين او الفيسز، يا اما بتخليها نقطه كونجوجيشن او نقطه وصل، وبالتالي البولر موليكيولز هاي ممكن تيجي تتصل مع الهيدروكسيل جروب، وبهيك انا بزيد السوليوبيليتي لسه اعلى واعلى. مين المثال على بولر موليكيولز ممكن تيجي تشبك مع هاي الدراجز؟ الكلورونيك اسيد اللي ممكن بهاي الطريقة يزيد السوليوبيليتي لهاي الكومباوندز. في أي سؤال على هذا السيستم اللي هو المايكروسومال سيستم اللي موجود في الاندوبلازميك ريتيكولوم؟ طبعا أنا نسيت أحكي إنه هذا الحكي تحديدا كلياته بصير في خلايا الكبد بشكل أساسي، فأنا بحكي عن السموث اندوبلازميك ريتيكولوم الموجودة في الهيباتوسايتس أو في خلايا الكبد. فيش أسئلة؟ نيجي للميتوكوندريال سيستم اللي هو النظام الموجود في الميتوكوندريا، اللي هو نظام المونو اكسجينيز سيتوكروم بي 450 كومبلكس، نفس الشيء بس المره موجود في الميتوكوندريا. هذا الحكي بيكون موجود تحديدا في التيشوز او في الانسجه اللي لها ستيرويدال فانكشنز او اللي لها دخل في تصنيع الستيرويد، اللي هو تحديدا البلاسينتا، الاوفريز، التستيز والادرينال كورتكس. لانهم هدول بيستخدموا الكوليسترول بريكرسر تو بروديوس الستيرويدال هرمونز. الستيرويدال هرمونز هاي عاده بتكون ايش مالها؟ هيدروفوبيك. فعشان انا استفيد منها او انقلها من مكان الى اخر وبالتالي تؤدي الفانكشن اللي انا بدي اياه ومطلوب منها، احيانا بنعملها هيدروكسيليشن في الميتوكوندريال سيستم بحيث انها تنتقل الى ايش؟ تنتقل الى الديستنيشنز اللي لازم تروح عليها. وبالتالي اضافه الهيدروكسيل جروب بتخليها تصير مور ووتر سوليبل، وبالتالي بتسهل نقلها او الديستريبيوشن تاعها. إذا واضح جدا إنه الميتوكوندريال سيستم بيتدخل أكثر في مواضيع اللي لها علاقة في الليبيدز مش الديتوكسيفيكيشن أوف الدراجز، زي ما حنشوف هلا الأمثلة اللي جاية لتحت كمان. فالدور الأول اللي ممكن تلعبه حكينا اللي تكون موجود في الأنسجة اللي بتصنع الستيرويدال هرمونز، وبالتالي بهاي الطريقة تساعد في زيادة السوليوبيليتي لهاي الهرمونز، وبالتالي تسهل توزيعها على أجزاء الجسم المختلفة أو المكان أو الديستنيشن المطلوب إنها تروح عليه. إذا بنحكي على خلايا الكبد، خلايا الكبد المايكرو مايتوكوندريال سيستم الموجود فيها بيشتغل على تكوين البايل اسيد سينثيسز. سامعين في البايل اسيدز قبل هيك؟ ولا حدا فيكم سامع؟ طب بايل سولتس سامعين فيها؟ برضو لا؟ اوكي، بعرفش إذا بصراحة هذا الحكي رح يمر معنا في الليبيد ميتابوليزم ولا لا، بس مبدئيا عشان تكونوا عارفين بما إنه صرنا حاكيين عن الموضوع، البايل سولتس هي عبارة عن الإفرازات اللي بناخدها
عشان نهضم الدهون او نتمكن من هضم الدهون. الدهون لما بناكل وجبة غنية بالدهون توصل لحد الامعاء وهو لسه مش صاير عليها ولا اي شيء، يعني في المعدة ما رح يصير لها اي عملية هضم. هلا نظرا لانه الدهون هيدروفوبيك، فشو بتعمل؟ بتعمل جلوبيولز او بتعمل زي حبيبات، اوكي، زي كانها بتتجمع على بعضها البعض وبتعمل بالضبط زي فكرة كيف لما إنه يكون عندنا نقطة زيت في المي، نقطة الزيت حتشوفها كنقطة كلها متجمعة على بعض، نفس الفكرة الدهون. فهلأ تخيل إنزيم اللايبيز اللي بده يجي يكسر الروابط الموجودة بين الجليسرول والفاتي أسيدز كيف بده يشتغل عليها وهي كلها أصلاً جلوبيول كاملة متكاملة. فعشان نسرع عملية الدايجستن وعملية الهضم وتصير العملية مور افيشنت وتسهل وصول الإنزيم للسايتس اللي هو بده يشتغل عليها، في عندي بتيجي الباي سولز او العصاره الصفراء. العصاره الصفراء بتيجي من، المفروض هلا بتعرفوا من وين تيجي العصاره الصفراء، مين العضو اللي في الجسم اللي بيفرز العصاره الصفراء؟ عربي هذا. الباي سولز من وين بيجوا؟ نايس، المرارة شكرا. العصارة الصفراء من الجول بلادر. من المراره، اوكي، مرارتي فراحت، اوكي، هي اصلا رايحه. المراره اللي هي الجول بلادر هي الجزء من الجسم اللي بيفرز البايل سولت. البايل سولت اللي بيتم افرازها هاي ما بتصنعها المراره، المراره هي عباره بس عن كيس بيخزن البايل سولت، تيجي اوردرز نزل العصاره الصفراويه على المعده، في عندنا وجبه فيها دهون، بس هاي اللي بتشتغل المراره. مين اللي بيصنع لها البايل سولت؟ الكبد. فواضح جدا ليش فعليا البايل اسيدز بدها تتصنع في الكبد، لانه في النهايه الكبد هو اللي بده يطلع البايل سولتس اللي بدها تتخزن في الجول بلادر عشان عمليه الهضم تكتمل. هلا شو فائده البايل سولتس؟ بما انه صرت حاكي القصه كلها، البايل سولتس رح تشتغل على الجلوبيول تاعت الدهون هاي وتفتفتها. هلا لما بحكي تفتفتها يعني بتصغرها لجلوبيولز اصغر، لحبيبات اصغر، وبالتالي بتزيد مساحه السطح وبصير التعامل معها ايش؟ اسهل. بس هي فعليا ما بتهضم العصاره الصفراويه او البايل سولتس، هي فعليا ما لها علاقه في الدايجستن، يعني هي ما بتفك الايستر بونس الموجوده في الدهون، هي بس بتخلي الدهون تفرد عن بعضها البعض، خليني استخدم هذا التعبير ان صح، اوكي، بحيث انه تصير السيرفس اريا اوسع وبالتالي يصير سهل على الانزيم اللايبيز انه يشتغل عليها. اوكي، هاي بالنسبه للبايل سولتس. نيجي للوظيفه الثانيه اللي ممكن خلايا الكبد تستخدم فيها الميتوكوندريال سيستم في عمليات الهيدروكسيليشن هاي، اللي هو تو هيدروكسيليت ذا كوليكالسيفيرول. كوليكالسيفيرول اللي هو عباره عن الان اكتيف فيتامين دي، تعمل له هيدروكسيليشن. هلا لما بصير اكتف، طبعا اكيد متذكرين انه الفيتامين دي هو من الهرمون، من الفيتامينز اللي بتتخزن في الاديبوز تيشو او بتتخزن في الدهون، لانه من الانزيمات، من الفيتامينز القليله اللي يعتبر هيدروفوبيك. متذكرينهم شو هم الهيدروفوبيك فيتامينز؟ فيتامين دي وغيره، فيتامين كمان الفصل الماضي حكيناهم هدول. ايش الفيتامينز اللي الليبيد سوليوبل بتدوب في الدهون؟ يا دكاترة، يي، عن جد ما حدا متذكر ايش الليبيد السوليوبل فيتامينز؟ فيتامين دال طيب وغيره. ايه ايه، وكمان ضل كمان اثنين، كيوي كي وي، ادك اي دي اي كي، دول بس فيش غيرهم، باقي ما تبقى شو ما يكون اسمه ان شاء الله بلا بلا فيتامين، هو ووتر سوليوبل، اللي بس ليبيد سوليوبل هم هدول الاربعه، دي اي اي و اوكي. هلا فيتامين دي هذا طالما هو له علاقه كمان بموضوع الدهون، لما بيصير له هيدروكسيليشن بتحول للمور اكتيف فورم منه. هلا بيكمل الشغل على فيتامين دي في الكدني بحيث يتحول ل الدي هيدروسيليتد فورم منه في الكدني، وبهي الطريقه خلايا الكدني بتطلع لي البيولوجيكالي اكتيف
125 dehydroxylated form of vitamin D3 عشان يؤدي الوظائف الحيوية المطلوبة منه. إذا واضح جدا من اللي حكينا إنه المونو أكسجينيز سيستم موجود في الميتوكوندريا، له علاقة بالأشياء اللي لها علاقة في البروسيسنج، خلينا نحكي، أو التعامل مع الفاتي أسيدز أو مع الدهون بشكل عام. أما اللي موجود في الـ الـ في الـ في الإندوبلازميك ريتيكولوم بشكل أساسي مسؤول عن عمليات الديتوكسيفيكيشن أوف دراجز. تمام؟ آخر إشي، جاهزين لآخر إشي؟ آخر رحلة؟ آخر شيء اللي هو الوايت بلاد سيلز والفاجوسيتوسيس، اللي هي دور خلايا الدم البيضاء في عمليات البلعمة وبالتالي الميكروب كيلينج. هلا لما بقرا الواحد العنوان دائما يحط في باله انه انا لساتني بحكي عن وظائف النات بي اتش، فبدنا نشوف وين النات بي اتش بده يتدخل في وظائف خلايا الدم البيضاء في عمليه البلعمه تحديدا. رح ابلش بالشيء اللي انتم كلكم بتعرفوه، انتم بتعرفوا انه او درستوا انه في عندنا خلايا اسمها فاجوسايتس، خلايا تستطيع ان تعمل بلعمه موجوده في الدم. هاي الخلايا بيكون في عندها ريسبتورز او مستقبلات على السيرفس تاعها، هاي المستقبلات بتميز انتيجنز معينه على السيرفس اوف ذا بكتيريا اللي بنسميهم الافكتورز. فرح تيجي ترتبط الانتيجنز مع الريسبتور وبصير عندي شيء بنسميه ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس، وبالتالي رح تتكون عندي زي البسودوبوديا خلينا نحكي، او زي الاقدام الكاذبه، وتصير عندي عمليه البلعمه. افتر اول رح يكونوا هدول موجودين جوات فيسيكلز، جوات حويصله داخل الخليه اللي ابتلعتهم. بعد ذلك رح يجي اللايسوسوم ويتحد مع هاي الفيسيكل او مع هاي الحويصله ويبلش شغله، تبلش عمليات الكيلينج اوف ذوز مايكرو اورجانيزمز. احنا كنا دائما نكتفي بهاي، لهذا نوقف هون، ما نحكيش بالتفصيل، ما نحكيش عن الآلية أو الميكانيزم اللي بيقتل فيها خلايا الدم البيضاء هاي الميكروبات. هلا عشان نكون مور بريسايز، مش كل خلايا الدم البيضاء بتقتل الميكروبات، متذكرين أو بتعرفوا إيش هم خلايا الدم البيضاء اللي بيشتغلوا على الميكروبات أو بقتلوا البكتيريا أو بيعملوا بلعمة؟ هاي وهاي، بس عارفين أسمائهم؟ كنت وحدة متعادلة شيء هيك. نيوتروفيلز والثانية المونوسايت. هلا خلايا الدم البيضاء بعرف بجوز لسه مش ماخذين هاي المعلومات، بس اكيد اذا اخذتوا immunology for sure رح تسمعوا هاي الاشياء in details. هلا خلايا الدم البيضاء خمس انواع، في عندنا نيوتروفيلز اللي هم الاكثر انتشارا، هدول كثير بيزيد تركيزهم على الصبح كمان. الإشي المميز في النيوتروفيلز طبعا انهم هم فاجوسايتك اكيد، زائد انهم النواة تاعتهم، كيف أسهل عليكم تميز النيوتروفيلز على طول، النواة تاعتهم فيها لوبس، أوكي؟ فيها أكثر من لوب، المينيمم بيكون فيها 3 لوبس زي الصورة اللي هون، أو ممكن يكون فيها 5 لوبس إذا كانت ماتشور. فمن 3 لـ5 لوبد نيوكليوس بتكون موجودة في النيوتروفيلز. النوع الثاني فيهم البيزوفيلز، في الإيزونوفيلز، هدول بتاخذوهم بعدين في الإيمونولوجي، مش هضيع وقت وانا اشرح عليهم. في عندي كمان المونوسايت والليمفوسايت. المونوسايت والليمفوسايت، الليمفوسايت بعتقد اخذتوهم بالمدرسه كثير بالتفصيل لما حكيتوا عن تكوين الاجسام المضاده والقصص هاي. المونوسايت هو اللي دائما بنحكي عنهم ماكروفيجز، فلاحظوا هون مكتوب لكم ماكروفيجز بين قوسين مونوسايت. شو الفرق بالتسميتين؟ ولا هو الاسم بس بيعبر عن نفس الشغله؟ حدا عنده فكره شو الفرق بين الماكروفيج والمونوسايت؟ اوكي، المونوسايت طبعا بميزها من الكدني شيب نيوكليوس الموجود عندها، شكل النيوكليوس تاعتها زي شكل الكدني، زي شكل الكليه، اوكي؟ فسهل انك تميزها. المونوسايت طالما هي قاعده في مجرى الدم او ماشيه مع الدم بسميها مونوسايت. بس الإشي اللي لازم تعرفه انه المونوسايت اذا فيه نسيج معين خارج الدم، هذا النسيج فيه انفكشن او فيه التهاب او فيه مرض او فيه دبرس او فيه اي شيء لازم هي تنظفه او مسؤوله عن الفاجوسايتوسيس بتاعته، رح تطلع من الدم، رح تطلع من الـ من الـ من الكابيلاري، اوكي، وتغادر وتروح للنسيج، بس تصير تكدر بالانسجه بصير اسمها ماكروفيج، اوكي.
فهم فعليا they are the same، بس عشان يميزوا خلايا الدم البيضاء اللي هي المونوسايتس الموجودة في الدم عن اللي بتروح عند النسيج، قرروا يسموا اللي في النسيج ماكروفاجز، بينما اللي موجودة في الدم المونوسايتس. أوكي، هاي بس على السريع عشان تكونوا فاهمين شو الأشياء اللي بنحكي فيها. هلأ كل هاد بس عشان نفهم شو الميكانيزم اوف اكشن اللي بيشتغلوا فيها هدول النوعين من الخلايا to do the phagocytosis. النيوتروفلز وال المونوسايتس معاهم نوعين أسلحة، أسلحة الدمار الشامل اللي هي الأكسجين سوري لا أسلحة الدمار، أسلحة الدمار الشامل هاي اللي هي الأكسجين ديبندنت اللي بتعتمد على وجود الأكسجين، وأسلحة ثانية لا تعتمد على وجود الأكسجين اللي هي الأكسجين اندبندنت، خلينا نحكي ميكانيزمز. فرح نشوف بداية الأكسجين اندبندنت ميكانيزمز، بعدين ننتقل لأسلحة الدمار الشامل. نيجي بالنسبة، طبعا بحكي دمار شامل بالنسبة للبكتيريا، بالنسبة لإلنا إحنا مبسوطين وكيفين في حدا يدافع عنا باستخدام الأكسجين أو بعدم حتى وجود الأكسجين. بعدم وجود الأكسجين الميكانيزمز اوف اكشن تعتمد على الاسيديتي اوف ذا لايسوسوم، يعني فعليا الفاجولايسوسوم. هلا احنا حكينا هون، احنا حكينا انه هاي العمليه اسمها فاجوسيتوسيس، هاي الفيسيكل او هاي الحويصله اسمها فاجوسوم. اوكي، عشان اذا سمعتوني بحكي فاجوسوم تكونوا فاهمين عن شو بحكي. فاجوسوم هي الحويصله اللي فيها البكتيريا اللي فيها الضحايا تاعينا، يعني زي كاني حصرتهم عملت لهم ايسوليشن، هاي اول خطوه. الفاجوسوم هاد لما يتحد مع اللايسوسوم بصير اسمه فاجو، وين راحت؟ فاجو لايسوسوم. اوكي، فعشان بس تكونوا عارفين التسميه من وين اجت. فالفاجو لايسوسوم هو اللايسوسوم المتحد مع الفاجوسوم. طيب هاي الفاجو لايسوسوم شو فيها؟ فيها اللايسوسومال انزيمز اللي احنا متذكرين انه اللايسوسومال انزيمز بيشتغلوا على بي اتش قليله، فبالتالي الاسيديتي هاي ممكن انها تدمر الباثوجنز او تقضي على الباثوجنز اللي تم ابتلاعها. في عندي other oxygen independent mechanisms ممكن يكونوا available within this process، اللي هي في عندي الكاتايونيك بروتينز. كاتايونيك بروتينز اللي هي حامله شحنات موجبه، والغشاء الخليه حامل شحنات سالبه. طبعا احنا بنعرف غشاء الخليه سواء مايكروبيال ولا مش مايكروبيال حتكون شحنته نيجاتيف، فهاي البوزيتيف تشارجز بتصير تهاجم النيجاتيف مايكروبيال ميمبرين، وبالتالي بتسبب فيه ايش؟ دامج، وايفنتشوالي اي تخريب في غشاء الخليه حيخلي المي تدخل لجوات الميكروب وبالتالي ينفجر. امنا يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكي. دكتورة أنا وتيمة أحمد بنعوض لابات اليوم في الجامعة، مضطرين نطلع من المحاضرة ما نكمل. بسيطة مش مشكلة، بالسلامة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. اللايسوزايم اللي هو فعليا الميكانيزم الثاني اللي ما بتعتمد على وجود الأكسجين، هي بتعتمد على الهيدروليسيز اوف ميوكوبيبتايدز موجودين في السيل وول تاع البكتيريا. طبعا أنا مش حدخل بتفاصيل هاي الأشياء لأنه أكيد في الميكروبيولوجي كورس رح تاخدوها. السيل وول اللي هو الجدار اللي بيحيط في البكتيريا، طبعا في جدار وفي غشاء ميمبرين. الاول كان بيهاجم ان الكاتايونيك بروتينز كانت تهاجم الغشاء، هلا في ميوكوبيبتايدز اوكي موجودين على الجدار تاع البكتيريا. اللايسوزايمز اجمالا بتشتغل عليها، وبالتالي اذا عملت بورز او عملت فتحات في هذا الجدار رح يصير المي برضه تدخل لجوا، ايفنتشوالي الخليه رح تنفجر. الميكانيزم الثالثة هي اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين هي عبارة عن موليكيولز شو بتعمل؟ تسحب كل الايرون الموجود فيه عند البكتيريا، يعني بتعمل لها ايرون ديفيشنسي. وتخيلوا كم في انزيمات احنا مرت علينا لحد هلا عم تشتغل على موضوع الوجود الحديد. فوجود الحديد، الحديد واحد من الاسينشال اليمنتس اللي لازم ما يكون موجود في اجسام الكائنات الحيه عشان يؤدي وظائف حيويه مختلفه. فتخيل لما بتسحب انت الايرون من البكتيريا، انت في eventually you are killing the bacteria. كمان طريقه اللي هي الهيدرولايتيك انزيمز، بس هي بتشتغل على على الديد بوديز، على الخلايا بعد ما تكون اوريدي كيلد ماتت، فبتبلش تهضمها او تستفيد من الماكرو موليكيولز الموجوده فيها، وبتستغلها بحيث انها تهضمها بواسطه الهيدرولايتيك انزيمز او البروتيزز. واضح جدا انه في عندنا دايفرسيتي في الاندبندنت اوكسجين ميكانيزم اللي بتشتغل على التخلص من المايكرو اورجانيزمز. وعموما هذا حاليا
مش كتير موضوعنا، موضوعنا هون عند الأكسجين ديبندنت سيستم. ليش؟ لأن الأكسجين ديبندنت سيستم هو اللي رح يستهلك أو رح يحتاج النات بي اتش زي ما حنشوف ليتر اون. ففعليا علاقة النات بي اتش مع عملية الفاجوسايتوسيس بتبلش من هون، من الأكسجين ديبندنت سيستم. عشان يشتغل الأكسجين ديبندنت سيستم هو بحاجة لمجموعة إنزيمات. تذكروا في أول ما بلشت المحاضرة قلت لكم ممكن الرياكتيف اوكسجين سبيشيز يتم انتاجهم من خلال انزيمات معينه وهي بتعمل وظائف حيويه معينه زي عمليه الفاجوسايتوسيس. كان وقتها مكتوب النات بي اتش اوكسيديز. فاول انزيم رح نشوفه بيشتغل على مبدا الاكسجين ديبندنت سيستم اللي هو انزيم النات بي اتش اوكسيديز. شو هو النات بي اتش اوكسيديز؟ النات بي اتش اوكسيديز، خليني اشرح على الصوره اللي وراها وبعدين ارجع هون اسهل. النات بي اتش اوكسيديز هو عباره عن سيستم من الانزيمات، موجود جزء منها في البلازما ممبرين زي ما شايفين هون، موجود جزء اخر من هاي البروتينات في السيتوسول. طبعا انا بحكي هون البلازما ممبرين اوف ذا ماكروفيج او النيوتروفيل سيل. هلا مش اتفقنا انه هذا الغشاء رح يكون عليه ريسبتورز عشان تعمل ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس، فتلقائيا لما بتصير عمليه انجلفمنت رح يصير جزء من هذا الغشاء في غشاء الفاجوسوم. فعشان هيك هون مكتوب انه هو موجود في البلازما ميمبرين as well as in the phagosome membrane، لانه اصلا الفاجوسوم ميمبرين هو كان جزء من البلازما ميمبرين. نرجع على الرسمه هون، واضح جدا من اللي مكتوب هون انه النات بي اتش اوكسيديز هو ان اكتف في هاي الحاله او في هذا الظرف. Once صار في عندي اكتيفيشن لإله رح يصير فوسفوريليشن لهاي البروتينات، ما مش مطلوب منكم تفاصيل البروتينات هاي، رح تروح ترتبط في مين؟ في السيستم الموجود في الممبرين او في الغشاء. هذا الارتباط رح يحفز النات بي اتش اوكسيديز كومبلكس، رح يصير ايش ماله؟ اكتف. شو رح يعمل؟ رح يعمل كويك ابتيك للاكسجين، رح يسحب الاكسجين بسرعه لجوات الفاجوسوم. هذا الانتيك السريع للاكسجين رح يصير بمساعده النات بي اتش، فهون النات بي اتش رح يجي ويتدخل، اوكي، رح يعطيني الكتروناته، وبالتالي رح يصير في عندي انتاج لرياكتيف اكسجين سبيشيز زي ما احنا شايفين. هاي البروسيس اللي بتصير بسميها الاوكسيديتيف براست، اوكي، اللي هو فعليا بما معناه، او الريسبيراتوري براست اللي هو زي كانه انفجار اللي بينتج عن الدخول السريع لذرات الاكسجين وتحويلها للفري راديكلز او للسوبر اوكسيد. هذا كمان مره كيف التفاعل بيصير، النات بي اتش بوجود الاكسجين بتحول لنات بي بلس وسوبر اوكسيد راديكل. هاي السوبر اوكسيد راديكل لما بتتكون بيكون تكونها سريع جدا نتيجة الأبتيك السريع للأكسجين، فبعطيني إشي بنسميه respiratory burst. هذا السيستم كلياته بيكون inactive، بصير له activation، بيعمل الأكسيديتيف براست هذا أو اللي هو respiratory burst، وبيساعده في شغله الفاد والهيم generating أكسجين سوبر أوكسيد. أوكي، وضحت ولا لسه؟ أعيدها. عموما انا حعيد هالرسمه هون عشان تسهل عليكم وعلي. هلا بدي اشرح مبدئيا على الرسمه ونشوف اذا في معلومات ناقصه بنرد بنغطيها بعد ما اشرح الرسمه. هلا اول شيء حكينا رح يصير في عندي اتاتشمنت للباثوجين على الفاجوسايتك سيل، سواء هاي كانت الفاجوسايتك سيل نيوتروفيل او ماكروفيج، مش موضوعنا حاليا. حاليا عندنا خليه وايت بلاد سيلز بدها تعمل بلعمه. هلا في عندي هون الاي جي جي اللي هو فعليا الافكتور، او خلينا نحكي العامل الانتيجين المحمول على البكتيريا اللي بده يرتبط مع الريسبتور الخاص فيه الموجود على غشاء الخليه. اتفقنا انه فيها كمان على غشاء الخليه في عندي كمان هذا النات بي اتش اوكسيديز انزيم كومبلكس، الكومبلكس هذا كمان موجود في الغشاء. فشو رح يصير؟ رح يصير في عندي عمليه الفاجوسايتوسيس، رح تتكون الفاجوسوم اللي جواتها البكتيريا، فايفنتشوالي رح يجي اللايسوسوم يعمل اتحاد معاها ويعطيني الفاجولايسوسوم. نشوف شو بصير في الفاجولايسوسوم، النات بي اتش اوكسيديز بصير له اكتيفيشن بمساعده الفاد ومساعده الهيم جروب الموجوده في الاستراكشر تاع الانزيمات او البروتينات اللي بتشتغل في هذا الكومبلكس. هذا الحكي رح يؤدي الى انه النات بي اتش تحول لنات بلس،
ويعطيني السوبر اوكسايد اللي تكون هون اللي هو الاو2 ماينس. هذا ما يعرف بالريسبيراتوري بلس، او اللي هو فعليا الانفجار الناجم عن دخول الاكسجين. الاو2 السوبر اوكسايد هذا ممكن يروح دايركتلي ويعمل كيلينج للبكتيريا، لانه تذكروا انه هذا فري راديكال، قدامه في ضحيه، قدامه في بكتيريا يتسلط عليها وياخذ من الكتروناتها، فرح ياخذهم، ما عندوش اي مشكله. هلا نيجي للاحتمال الاخر، الاحتمال الاخر انه تلقائيا هذا الاو2 ماينس يتحول ل H2O2 spontaneously، يعني بدون عامل مساعد، بدون انزيمات. او ممكن السوبر اوكسايد ديسميوتيز يتدخل في الموضوع، اللي هو الانزيم الاول اللي حكينا عنه، ويحول السوبر اوكسايد هذا ل H2O2. بكل الحالات سواء تحول spontaneously ولا تحول بواسطة ديسميوتيز اوكسايد، راح يصير في عندي كمان فري راديكال، لانه هذا اوريدي فري راديكال. فال H2O2 تلقائيا راح يروح ويهاجم مين؟ البكتيريا من خلال الهيدروكسيل راديكال اللي راح يطلعها. نيجي هون للاحتمال الثاني، اللي هو اذا كانت الخليه خليه نيوتروفيل، ها بس في النيوتروفيلز، لانه عندهم هذا الانزيم اللي هو المايلو بيروكسيديز، اللي برضه حكينا عنه لما حكيت عن الانزيمات اللي ممكن تنتج رياكتيف اوكسجين سبيشيز. المايلو بيروكسيديز الموجود في النيوتروفيلز شو ممكن يجي يعمل؟ ممكن ياخذ ال H2O2 هذا ويضيف له مجموعه ايش، او ذر او ايون كلور، وبهي الحاله رح ينتج لي الهايبوكلورس اسيد، اللي هي نفس علبه الكلور اللي في البيت عندكم، اوكي، اللي هو البليتش اللي بنستخدمه. احنا بنعرف انه اذا استخدمنا بليتش على سيرفيس معين، هذا السيرفيس فيه عليه بكتيريا، انا فعليا ممكن اقضي على هاي البكتيريا. فتلقائيا الهايبوكلورس اللي انا انتجته في هاي الخطوه بواسطه المايلوبوركسيديز راح يهاجم البكتيريا وراح يقتلها. وهون ممكن تيجي اللايتك انزيمز الموجوده في اللايسوسوم وتفتفت بقايا الضحايا اللي انا اوريدي فجرتهم من خلال الريسبيراتوري بلاست. اوكي، واضحة؟ يا رب السكوت هذا تكون علامة خير. هلا هيك بكون أنا تقريبا خلصت اللي بدي أحكيه، بس بدي أركز على نقطة واحدة هون، إنه في عندي ديس أوردر بينتج عن مشكلة في الناد بي اتش أوكسيديز كومبلكس. إذا هذا الكومبلكس صار فيه ديفيشنسي، صار فيه مرض معين، مشكلة معينة، حيعطيني السي جي دي ديزيز. اقرأوا شو هو السي جي دي ديزيز، إيش بيعمل، إيش بيسوي، هذا مطلوب منكم. أنا رح أوقف هون، المحاضرة الجاية رح أحكي عن النايتريك أوكسايد اللي هو آخر دور بيلعبه الناد بي اتش في الخلايا من الوظائف اللي موجودة عندكم في كتابكم، وراح احكي عن الديفيشنسي اللي بتصير في الانزيم اللي هو المين انزيم اوف ذا بي 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 باث واي، اللي هو السكس فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي. فراح نحكي عن هاي النقاط اللي ضلت علينا، وهيك بيكون التشابتر 13 ان شاء الله بكره منتهي. في حدا لسه عنده سؤال او استفسار؟